بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فيقول المصنف العلامة الفقيه المنبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال تتمة يتيمم عن الحدثين لفقد ماء أو خوف محذور من استعماله بتراب طهور له غبار. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أحكام الوضوء وآخر شيء ذكره ما يتعلق بسنن الوضوء، وإن كان بقي الكلام على نواقض الوضوء التي سيتكلم عنها بعد التيمم. فبعد أن تكلم على جملة من أحكام الوضوء شرع رحمه الله تعالى في بيان هذه التتمة وهي متعلقة بالتيمم، فقال تتمة. وفي الحقيقة المصنف رحمه الله اختصر أحكام التيمم كثيرا كثيرا، حتى أن بعض المختصرات القصيرة في الفقه كمتن أبي شجاع يوجد فيها أحكام أكثر من هذه الأحكام التي هي موجودة هنا، فهو اختصر أحكام التيمم. لكن إن شاء الله نحاول في هذا الدرس أن نغطي جملة أحكام التيمم حتى إذا سمع السامع للدرس يكون عنده تصور عام عن أحكام التيمم. والتيمم معناه في اللغة القصد، معناه في اللغة القصد، وأما عند الفقهاء فمعناه إيصال التراب، إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. وهو رخصة، التيمم رخصة، إلا في حق المسافر العاصي بسفره فإنه يكون عزيمة، وإلا فالأصل أن التيمم رخصة. وهو من خصائص هذه الأمة، ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر عليه الصلاة والسلام من الخمس ذكر وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. والتيمم بارك الله فيكم قد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون حراما. يكون واجبا إذا لم يجد الماء وجاء وقت الصلاة مثلا، فحينئذ يكون التيمم واجبا. ويكون التيمم مباحا كمن لم يجد الماء الآن لكن يتيقن من وجوده في آخر الوقت. الآن لا يجد الماء، في أول الوقت لا يجد الماء لكن يتيقن من وجود الماء في آخر الوقت، فهذا إذا شاء قدم الصلاة بالتيمم في أول الوقت، وإذا شاء انتظر حتى يأتي الماء في آخر الوقت فصلى. فالتيمم في أول الوقت هذا مباح بالنسبة له، واضح ولا؟ هذه الحالة الثانية. وقد يكون التيمم حراما، مثل لو تيمم بتراب مغصوب، لو تيمم بتراب مغصوب أو بتراب موقوف فإن التيمم حينئذ يكون حراما. قال لكم صاحب الزبد رحمه الله حرامه تراب مسجد وماء، في الشرع الاستعمال منه حرما. حرامه أي حرام التيمم، أي التيمم يكون حراما إذا تيمم من تراب مسجد،
أي من تراب المسجد الداخل في وقفيته، وكذلك من تراب حرم الشرع استعماله، حرم الشرع استعماله كالتراب المغصوب. واضح؟ حرامه تراب مسجد وماء، في الشرع الاستعمال منه حرم. قال لكم هنا تتمة. طبعا المصنف هنا رحمه الله اختصر الكلام كما قلت لك جدا. التيمم له أسباب وله شروط وله أركان وله سنن وله مكروهات وله مبطلات. كم هذه؟ ستة. له أسباب وله شروط وله أركان وله سنن وله مكروهات وله مبطلات، ستة. المصنف هنا ذكر بعض الأسباب ليس جميعا، وذكر الأركان، واضح، وذكر إشارة بعض الشروط فقط. إذن ذكر بعض الأسباب، أو ذكر الأسباب إجمالا، ذكر الأسباب إجمالا، وذكر الأركان، وذكر بعض الشروط. أما السنن لم يذكر، المكروهات لم يذكر، المبطلات لم يذكر، واضح. قال هنا تتمة يتيمم عن الحدثين، أي أن التيمم يكون بدلا عن الحدثين، عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر. فالمحدث حدثا أصغر إذا لم يجد الماء يتيمم، والجنب إذا لم يجد الماء أيضا يتيمم، واضح. إذن التيمم يكون بديلا عن الوضوء، واحد، ويكون بديلا عن الغسل، اثنين. التيمم يكون بديلا عن الوضوء ويكون بديلا عن الغسل. إذا كان الأمر كذلك فإننا نقول للمصنف الأولى أن تذكر الوضوء ثم تذكر الغسل ثم تذكر ما هو بديل عنهما، صح؟ ولذلك كان الأولى ترتيبا منطقيا أن يذكر الوضوء وقد ذكر الوضوء، ثم يذكر الغسل، لم يذكر الغسل الآن، ثم بعد الوضوء والغسل يذكر ما هو بديل عنهما. لكن المصنف هنا ماذا صنع؟ ذكر الوضوء، أو أنا أقول المصنف والمصنف الشارح، ذكر الوضوء ثم ذكر التيمم ثم ذكر الغسل. ما دام أن التيمم بديلا عنهما كان الأنسب أنك تؤخر التيمم وتذكر قبله الغسل. فهمنا هذا؟ فقال هنا يتيمم عن الحدثين، وتفهم من قوله عن الحدثين أن التيمم ليس بديلا عن إزالة النجاسة. فلو كان الإنسان على بدنه نجاسة مثلا ولم يجد ماء لغسلها فلا يشرع له التيمم، لا يشرع له التيمم، لأن التيمم ليس بديلا عن إزالة النجاسة، خلافا لمذهب أحمد. فإن مذهب أحمد يقولون إذا كان الإنسان على بدنه نجاسة ولم يجد ماء لغسلها فإنه يتيمم عنها، واضح؟ نقول التيمم بديل عن الوضوء وبديل عن الغسل وليس بديل عن إزالة النجاسة. يتيمم عن الحدثين لفقد ماء. قوله لفقد ماء، الفقد بارك الله فيكم إما أن يكون فقدا حسيا أو فقدا شرعيا. الفقد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون فقدا حسيا. ما معنى حسيا؟ الفقد الحسي معناه أنه لم يجد الماء أصلا، الماء غير موجود، ما في ماء أصلا، هذا يسمى فقد، هذا يسمى فقد حسي. الفقد الحسي أنه لم يجد الماء أصلا، واضح. والفقد المعنوي، والفقد المعنوي كأن صوت تغير، والفقد الشرعي أقصد، والفقد الشرعي أنه يجد الماء لكن يمنع مانع شرعي من استعماله. مثاله أنه يجد الماء لكن هذا الماء موقوف، يجد الماء لكن هذا الماء للغير ولم يأذن في استعماله، واضح؟ هذا مانع شرعي. إذن فقد الماء قد يكون فقدا حسيا
بأن لم يجد الماء أصلا. وكذلك قال بعضهم إذا وجد الماء لكن تعذر الوصول إليه، مثلا وجد الماء لكن يخاف إذا ذهب لأخذ الماء من السبع، أسد أو نمر مفترس بجانب الماء، هذا قالوا هذا تعذر أو هذا فقد حسي، واضح؟ أما الفقد الشرعي أن يجد الماء لكن يمنع مانع شرعي من استعماله، كأن يجد الماء لكن هذا الماء مسبل موقوف للشرب، مسبل للشرب، أو يجد الماء لكن هذا الماء مملوك للغير ولم يأذن في استعماله، أو يجد الماء وهو مريض لا يقدر على استعماله، واضح؟ هذا يسمى فقد ماذا؟ هذا يسمى فقد شرعي. هنا المصنف رحمه الله تعالى وهو الشارح أيضا قال لفقد ماء، نقول قوله لفقد ماء يشمل الفقد الحسي والفقد الشرعي. أو خوف محذور من استعماله، أشار بهذا إلى المرض، أن الإنسان يخاف إذا استعمل الماء من حصول محذور، من حصول محذور، يخاف أنه إذا استعمل الماء من حصول محذور. وضابط هذا المحذور أن يشق معه استعمال الماء، بأن يخاف على نفسه أو يخاف على عضو من أعضائه أو يخاف على منفعة عضو أو يخاف زيادة المرض أو يخاف تأخر الشفاء أو يخاف شينا فاحشا في عضو ظاهر، كل هذا عذر له في ترك استعمال الماء. قال هنا أو خوف محذور من استعماله بتراب، أي يكون التيمم بتراب. قوله بتراب تفهم منه أن التيمم لا يصح بغير التراب، فلا يصح التيمم بدقيق ولا يصح التيمم برماد. قال بتراب، ثم وضع شروطا للتراب، قال بتراب طهور له غبار، بتراب طهور. قوله بتراب طهور تفهم أن التراب النجس لا يصح التيمم به، كتراب فيه بول أو فيه دم أو تراب مقبرة نبشت لاختلاط ترابها بأجزاء الميت من قيح وصديد ودم وغير ذلك، فإن هذا التراب لا يصح التيمم به لأنه تراب متنجس. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فتيمموا صعيدا طيبا، ما معنى طيبا؟ أي طاهرا، فالتراب المتنجس لا يصح التيمم به، لا يصح التيمم به. قال هنا بتراب طهور، وقوله طهور أيضا تفهم منه أن التراب المستعمل سواء استعمل في حدث أو استعمل في إزالة نجس أيضا لا يصح التيمم به. التراب المستعمل في الحدث، تمام، التراب المستعمل في حدث هو التراب الذي يبقى على العضو أو يتناثر من العضو كما شرحت لكم قريبا في الوسيط، فالتراب الذي يبقى على العضو أو يتناثر منه هذا لا يصح التيمم به لأنه تراب مستعمل، فهمنا؟ التراب الذي استعمل في إزالة النجاسة المغلظة، نجاسة الكلب والخنزير، هذا أيضا التراب الذي استعمل في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هذا التراب تراب إذا طهر صار طاهرا غير مطهر، صار طاهرا غير طهور، هذا بارك الله فيكم تراب مستعمل أيضا لا يصح التيمم، لا يصح التيمم به. قال بتراب طهور له غبار. أما التراب الذي مبلل الذي فيه الندأ الذي فيه الرطوبة الماء هذا ليس له غبار فلا يصح التيمم به. إذن يشترط في التراب أن يكون طهورا واحد وأن يكون له غبار. قال بتراب طهور له غبار. ثم قال رحمه الله تعالى وأركانه، أي وأركان التيمم. ذكر رحمه الله تعالى أركان التيمم،
وأريد منكم أن تعدوا الأركان التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. قال: وأركانه نية استباحة الصلاة المفروضة مقرونة بنقل التراب ومسح وجهه ثم يديه. كم عدد الأركان التي ذكرها؟ كم؟ ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ النية ومسح الوجه ومسح اليدين، ذكر ثلاثة صح؟ ذكر ثلاثة أركان. أنا أظن والله أعلم أنه ذكر خمسة أركان، خمسة وليس ثلاثة. أولها النية، قال: نية استباحة الصلاة المفروضة مقرونة بنقل التراب. نقل التراب الركن الثاني، نقل التراب الركن الثاني. الركن الثالث قوله: ومسح وجهه. الركن الرابع أشار إليه بثم، عندما قال ثم، ثم تفيد ماذا؟ الترتيب. إذن الركن الرابع هو الترتيب. عاد الصوت تعدل معنا، واضح؟ الركن الرابع ما هو؟ الترتيب. الركن الخامس مسح اليدين. إذن ذكر كم أركان؟ خمس أركان: النية، نقل التراب، مسح الوجه، الترتيب، مسح اليدين. قال: أولها نية استباحة الصلاة المفروضة. نية استباحة الصلاة المفروضة، لاحظ معي أنه قال نية استباحة ولم يقل نية رفع الحدث، لأنه تقدم معنا مرات ومرات أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة. التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث، فقال نية استباحة الصلاة المفروضة. إذن عندما يتيمم ينوي استباحة الصلاة أو ما يشبه الصلاة مما يفتقر إلى طهارة، مثل الطواف أو مس المصحف أو حمل المصحف. قال نية استباحة الصلاة المفروضة مقرونة، أي تكون هذه النية مقرونة بنقل التراب. متى تكون النية؟ في الوضوء. انتبه معي بارك الله فيك، في الوضوء النية متى تكون مقرونة بماذا؟ بغسل الوجه. في التيمم النية تكون ليس مقرونة بمسح الوجه، لا، النية تكون مقرونة بنقل التراب. يعني عندما تنقل تضع يديك على التراب تنوي، ثم تستمر النية حتى تمسح شيئا من الوجه. إذن تبدأ النية متى؟ عند نقل التراب، وتستدام تستمر، وهو لم يذكر هذا، تستمر النية إلى أن تمسح شيئا من الوجه. فهمنا؟ إذن تنوي متى؟ تنوي عند نقل التراب، وتستمر النية حتى تمسح شيئا من الوجه. قال لكم هنا نية استباحة الصلاة المفروضة مقرونة بنقل التراب، ونقل التراب هذا هو الركن الثاني من أركان التيمم. فلو أن الريح حملت التراب إلى وجهه، ريح محملة بالتراب حملت التراب إلى وجهه، فنوى وردد التراب على وجهه، لم يكفي هذا، لا بد أن ينقل التراب، واضح؟ ولذلك جعلنا نقل التراب الركن الثاني من أركان التيمم. قال نية استباحة الصلاة المفروضة مقرونة بنقل التراب. ثم قال ومسح وجهه. ومسح وجهه أي ويجب أن يمسح جميع الوجه، ومنه ما استرسل من لحيته، ومنه
ما يكون أسفل أنفه وأعلى شفته، كما نبهتكم في درس الوسيط، فإن هذا الموضع مما يغفل عنه. واضح؟ ولا يجب أن يوصل التراب إلى منابت الشعر بخلاف الوضوء، يجب، وذلك لرقة الماء وغلظ التراب. قال هنا ومسح وجهه، ثم إشارة إلى الترتيب، فيجب الترتيب في التيمم سواء تيمم عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر، في الحالتين يجب الترتيب. قال ثم يديه، قوله ثم يديه أي ثم يديه إلى مرفقيه، ثم يديه إلى مرفقيه. وإنما قال ذلك الفقهاء الشافعي رحمهم الله لأنه صح عن عبد الله بن عمر قولا وفعلا، قولا وفعلا أنه كان إذا تيمم مسح بيديه إلى مرفقيه، وقوي ذلك بالقياس على الوضوء، وقوي ذلك بالقياس على الوضوء. والقول القديم للإمام الشافعي أن التيمم إلى الكفين فقط، وهو ما يدل عليه حديث عمار في الصحيحين، واختاره الإمام النووي، والأمر في هذا واسع. مذهب الشافعية المعتمد إلى المرفقين، والقديم وهو رأي الحنابلة أنه إلى الكفين. واضح؟ المالكية قالوا إلى الكفين ويستحب إلى المرفقين، المالكية قالوا إلى الكفين ويستحب إلى المرفقين. قال هنا ثم يديه، ثم قال رحمه الله تعالى، هذه مسألة مهمة الآن، قال ولو تيقن ماء آخر الوقت فانتظاره أفضل، وإلا فتعجيل تيمم. هذه المسألة تقدم ذكرها قبل قليل، لو أنه تيقن الماء في آخر الوقت فما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يحافظ على فضيلة أول الوقت فيصلي بالتيمم، أو الأفضل أن يراعي فضيلة الوضوء فيؤخر الصلاة ليصلي في آخر الوقت بوضوء؟ تعارضت مصلحتان، مصلحة الأولى فضيلة الوقت، والمصلحة الثانية أداء الصلاة بوضوء. من هو أولى بالمراعاة؟ هذا، أي أن يراعي فضيلة الوقت، أو أن يراعي الفضيلة المتعلقة بأداء الصلاة بالوضوء. عندنا قاعدة فقهية في هذا الباب تقول لنا إن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بالزمان أو المكان. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة، أولى بالتقديم من الفضيلة التي تتعلق بزمان العبادة أو مكانها. فهمنا بارك الله فيكم؟ هذه القاعدة من تطبيقاتها هذه المسألة. وقبل أن نطبق هذه المسألة أذكر لها تطبيقا آخر. لو قال قائل مثلا أنا عندي نعاس شديد وقد دخل وقت الصلاة، أيهما أفضل، أن أصلي الصلاة وأنا نعسان في أول الوقت، أو أنام ساعة وأقوم وأصلي في آخر الوقت وقد ارتحت وذهب مني النعاس، ما هو الأفضل؟ نقول الأفضل أن تنام وتقوم في آخر الوقت، يعني طبعا قبل خروج الوقت، تقوم في آخر الوقت وتصلي الصلاة وقد ذهب منك النعاس، هذا أفضل. لماذا؟ أليست هنالك فضيلة أن نؤدي الصلاة في أول وقتها؟ نقول نعم، لكنك تؤدي الصلاة بخشوع أفضل من المحافظة على فضيلة إيقاع الصلاة في أول الوقت. مثال آخر، قال شخص أنا جائع، أيهما الأفضل، أن أصلي وأنا جائع وقد حضر الطعام، أو الأفضل أن آكل ثم بعد ذلك أصلي؟ نقول الأفضل أنك تأكل ثم تصلي. يقول ربما تذهب الجماعة، نقول ولو،
الأفضل أنك تأكل ثم تصلي. يقول وقد تذهب فضيلة أول الوقت، نقول ولو، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالتقديم والمراعاة من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. لو قال قائل أريد أن أطوف بالبيت، لكن إذا طفت بجانب الكعبة يوجد زحام شديد، لا أخشع الطواف كأنك في معركة هكذا، واضح؟ وإذا طفت بعيدا من البيت قليلا، ما زلت في المطاف في الصحن لكن بعيد من البيت، واضح؟ فأكون مرتاحا. نقول الطواف بعيدا أولى من الطواف قريبا مع الزحام، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالتقديم من الفضيلة المتعلقة بالمكان أو الزمان. لو قال قائل أنا إذا صليت في الصف الأول يحصل زحام، نتزاحم في الصف الأول، فأيهما الأفضل، أصلي في الصف الأول وأحصل فضيلة الصف الأول لكن مع الزحام، أو أصلي في الصف الثاني بدون زحام لكن مع الخشوع؟ نقول الصلاة في الصف الثاني مع الخشوع أولى بالمراعاة من صلاتك في الصف الأول مع الزحام. لماذا؟ لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالتقديم من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها. الآن هنا في مسألتنا، إذا صلى في أول الوقت بالتيمم يكون حافظ على فضيلة الوقت، لكن إذا أخر الصلاة إلى آخر الوقت ليفعلها بالوضوء يكون راعى فضيلة متعلقة بذات الصلاة. أيهما الأفضل؟ أن يراعي الفضيلة المتعلقة بذات الصلاة. فهمنا أو لا؟ لأن الفضيلة المتعلقة بذات الصلاة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بزمنها. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. هذه قاعدة مهمة تدخل معك في مسائل كثيرة، وهي تدل على الفقه، لأنك تقدم أعلى المصلحتين، هي من جزئيات قاعدة تعارض المصلحتين وتقديم أولى المصلحتين. طيب إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، نقول في الشخص الذي لم يجد الماء في أول الوقت لكن تيقن، انتبه معي، ضع خطا تحت كلمة تيقن، تيقن أنه سيجد الماء في آخر الوقت، نقول له إذا تيقنت وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل ماذا؟ أن تؤخر. الأفضل التأخير. إذن متى يكون الأفضل التأخير؟ يكون الأفضل التأخير بشرط أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وأن يكون في مكان الغالب فيه عدم الماء، أن يكون في مكان الغالب فيه عدم الماء، كالصحراء مثلا، كالصحراء مثلا، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث ألا يقترن صلاته في أول الوقت بفضيلة أخرى. يعني مثال، لو كان إذا صلى في أول الوقت سيصلي جماعة، ولو أخر إلى آخر الوقت ليصلي بالوضوء سيصلي منفردا. إذن أول الوقت كم فيها فضائل الآن؟ فضيلتان، أنها أول الوقت وأن جماعة موجودة فيها، صح أو لا؟ طيب وإذا أخر إلى آخر الوقت فضيلة الصلاة بالماء. إذن نقول هنا الأفضل أن تصلي بتيمم جماعة في أول الوقت، لأن كونك تصلي في أول الوقت جماعة هذا أقوى، حصلت فضيلتان، فضيلة أول الوقت وفضيلة ماذا؟ وفضيلة الجماعة. فهمنا أو لا؟ طيب ولو قال هل الأفضل أن أصلي أول الوقت بتيمم ثم إذا وجدت الماء في آخر الوقت، واضح، صليت مرة أخرى بالوضوء؟ نقول لا، هذا أفضل شيء، أفضل شيء أن تفعل هذا، أن تصلي في أول الوقت بتيمم لتحصل على فضيلة أول الوقت، وأن تعيد الصلاة في آخر الوقت بوضوء لتحصل على فضيلة الصلاة بالوضوء.
فلو صليت مرتين واضح فهذا أفضل شيء. وقد مر معنا في درس الوسيط مشروعية أن الإنسان يعيد الصلاة مرة ثانية، فهمنا بارك الله فيكم. قال لكم هنا ولو تيقن ماء آخر الوقت فانتظاره أفضل. وإلا، ما معنى وإلا؟ أي وإن لم يتيقن، انظر، وإن لم يتيقن فتعجيل تيمم، أي فتعجيل الصلاة بتيمم أول الوقت. ثم قال وإذا امتنع استعماله في عضو وجب. الآن سيتكلم على مسألة الجبيرة، والجبيرة هي ما يوضع على الجرح من خشب أو ضماد أو ربما كريمات أيا كان ما يستر الجرح. قال وإذا امتنع استعماله، الضمير في قول استعماله يعود على ماذا؟ استعماله يعود على ماذا؟ استعمال ماذا؟ وإذا امتنع استعماله في عضو، استعمال الماء، أحسنتم. قال وإذا امتنع استعماله في عضو وجب، انظر كم أشياء تجب. قال وجب تيمم واحد، وغسل صحيح اثنين، ومسح كل الساتر الضار نزعه ثلاثة. إذن تجب كم أشياء؟ ثلاثة أشياء يجب. واحد التيمم، والثاني غسل صحيح، والثالث مسح كل الساتر الضار نزعه. إذن نقول الشخص إذا كان عليه جبيرة على سبيل المثال في يده وكان يريد الوضوء، يبدأ أولا فيغسل الصحيح، يغسل وجهه، يغسل يده اليمنى، ثم يغسل الصحيح من يده اليسرى، ثم بعد ذلك يمسح على الساتر ثم يتيمم. واضح؟ لكن انتبه معي، لابد أن يكون التيمم عند تطهير العضو المصاب في الوضوء، لا قبل ولا بعد. فلا يصح أن يتيمم قبل غسل الوجه، ولا يصح أن يؤخر التيمم إلى بعد مسح الرأس، بل يكون بعد مسح الوجه وقبل مسح الرأس، بعد غسل الوجه عفوا وبعد مسح الرأس. واضح؟ لابد أن يتيمم عند تطهير العضو المصاب، لا قبل ولا بعد. إذن لو كان الساتر في اليد يغسل الوجه ثم يغسل اليد اليمنى ثم يغسل الصحيح من يده اليسرى ثم يمسح على الساتر ثم يتيمم ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. واضح؟ هذا إذا كان ماذا؟ هذا إذا كان محدثا حدثا أصغر. طيب وإذا كان محدثا حدثا أكبر؟ نقول في الحدث الأكبر إذا شاء قدم التيمم ثم اغتسل، وإذا شاء اغتسل ثم تيمم، يجوز هذا ويجوز هذا، لأنه في الحدث الأكبر لا يشترط الترتيب. ولذلك يقول لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم، وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كمل. إذن نقول إذا امتنع استعمال الماء في عضو وجب ثلاثة أشياء: التيمم، غسل الصحيح، ومسح كل الساتر الضار نزعه، أن يمسح جميع الساتر، فلا يكفي أن يمسح بعضه بل يجب أن يمسح جميعه. فليس مسح الساتر كمسح الرأس، فمسح الرأس يجزئ مسح بعض شعره داخل في حده، مسح الخف يجزئ أن يمسح شيئا من بعض أعلى ظاهر الخف، لكن في مسح الساتر لابد أن يمسح جميع الساتر. واضح؟ قال ومسح كل الساتر. ثم قال لك الفقهاء إنما يجب أن يمسح الساتر إذا كان الساتر يأخذ جزءا من الصحيح، أما إذا كان الساتر قدر العلة فقط، هذا مثل كريم، الكريم يكون قدر الجرح لا يأخذ شيئا من الصحيح. واضح؟ فإذا كان الساتر قدر العلة فقط
فيجب أمران، ما هما؟ يجب التيمم وغسل صحيح، ما في مسح، ما في مسح، واضح؟ متى يكون المسح واجبا؟ يكون المسح للساتر واجبا إذا أخذ الساتر قدر الصحيح، واضح؟ يعني قدرا من الصحيح. نعم. ثم قال: وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه. قوله الضار نزعه تفهم منه أنه إذا كان نزع الساتر لا يضر فإن نزعه واجب، إذا كان نزع الساتر لا يضر فإن نزعه واجب. ثم قال: ولا ترتيب بينهما للجنب. ولا ترتيب بينهما، بين ماذا وماذا؟ بين الغسل والتيمم. فالجنب إذا شاء قدم الغسل ثم تيمم، وإذا شاء تيمم ثم اغتسل. ولذلك قال لكم صاحب الزبد: وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. قال لكم هنا: أو عضوين فتيممان. لو كان الساتر على عضوين، كان الساتر مثلا في اليد وفي الوجه، واضح؟ الساتر في اليد والساتر في الوجه، يقول يتيمم مرتين، مرة عن الساتر الذي في الوجه ومرة عن الساتر الذي في اليد. إذا كان في ثلاثة أعضاء سيتيمم كم مرات؟ ثلاث مرات. يريد أن يقول لك أنك تكرر التيمم كلما تكرر العضو المصاب. فلو كان الساتر في عضو تيمم مرة، ولو كان في عضوين تيمم مرتين، ولو كان في ثلاثة تيمم ثلاث مرات. فهمنا؟ هذا بالنسبة للمحدث حدثا أصغر. أما الجنب فحتى لو كان الساتر في يديه وفي ظهره وفي صدره وفي ركبته وفي فخذه سيتيمم مرة واحدة. لماذا؟ لأن بدن الجنب عضو واحد، بدن الجنب عضو واحد، بخلاف المحدث حدث أصغر. قال هنا: أو عضوين فتيممان. ثم قال طبعا بعد ذلك: بارك الله فيكم، إذا تيمم هل يعيد الصلاة ولا يعيد الصلاة؟ قد ذكرت لكم هذه المسألة أكثر من مرة، ذكرناها في فتح القريب وذكرناها قريبا في الوسيط. هل إذا صاحب الجبيرة يعيد أو لا يعيد؟ نقول عندنا خمس حالات: إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم وجه أو على الوجه أو على اليدين فإنه يعيد مطلقا. إذا كانت الجبيرة في الوجه أو في اليدين يعيد مطلقا، واضح؟ يعيد الصلوات بعد الشفاء، بعد إزالة الكبيرة يعيد الصلوات مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء وضع الجبيرة على طهر أو وضعها على حدث، في الحالتين يعيد. فهمنا؟ طيب، إذا كانت الجبيرة، هذه الحالة الأولى، إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فإنه سيعيد الصلوات مطلقا. طيب، إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم، مثلا الجبيرة كانت على القدم مثلا، واضح؟ على غير عضو تيمم. نقول إذا كانت على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك، زيادة على قدر الاستمساك، فإنه يعيد الصلاة مطلقا. هذه الحالة الكم؟ الثانية. طيب، إذا كانت على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح قدر الاستمساك فقط، ليس زيادة، قدر الاستمساك، لكنه وضعها على حدث، وضع الجبير على حدث، واضح؟ أيضا فإنه يعيد الصلوات مطلقا، يعيد الصلوات، واضح؟ كم حالة هذه؟ ثلاث حالات يعيد. إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وكانت أخذت قدر الاستمساك فقط من الصحيح ووضعها على طهارة، واضح؟ فهذا لا يعيد الصلاة، هذا لا يعيد الصلاة، هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة: إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم ولم تأخذ شيئا من الصحيح فهذا لا يعيد الصلاة. فهمنا أو لا؟ أكتب على السبورة هذا، أكتب أكتب.
الحالة الأولى قلنا ماذا؟ إذا كانت الجبيرة إيش؟ على عضو تيمم. إيش عضو تيمم يعني؟ الوجه واليدين. إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم إيش الحكم؟ أعاد مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء وضعها على طهارة أو لا، أو على حدث. واضح؟ سواء أخذت من الصحيح قدر الاستمساك أو لا، في كل الحالة تعيد. تمام؟ حالة ثانية، إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم، يعني أين مثلا؟ في القدم، صح؟ بالنسبة للوضوء في القدم، كانت الجبيرة على غير عضو تيمم. ننظر، عندنا كم حالات؟ ثلاث. إما الحالة الأولى أن تأخذ من الصحيح قدرا زائدا على الاستمساك، أرسم لكم الرسمة هنا. مثلا هذه قدمه، على سبيل المثال هذه قدم، هنا الجرح، هذا الجرح، تمام؟ هذا الجرح. حتى نضع الساتر الذي هو الجبيرة نحتاج قليلا من الصحيح، هذا المكان صحيح فقط، لكن صاحبنا الطبيب هذا الذي عمل الساتر عمل الساتر إلى هنا، فستر هذا المكان وهذا المكان، هذا زائد على قدر الاستمساك. يعني نحن حتى يستمسك الساتر نحتاج أن نأخذ جزءا من الصحيح من هنا ومن هنا، لكن هذا أخذ جزء من الصحيح وزائد عليه، هذا زائد عليه لا نحتاج إليه. فهمنا؟ إذن هذه الحالة الأولى، أن تأخذ من الصحيح قدرا زائدا على ما يحتاج إليه للاستمساك. واضح؟ على ما يحتاج إليه للاستمساك، حتى يكون الكلام واضح، على ما يحتاج إليه للاستمساك. حينئذ ماذا نقول؟ حينئذ نقول تجب الإعادة مطلقا في هذه الحالة. هذه الحالة رقم كام الآن؟ اثنين. لاحظ معي أنه أخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك. أنا سأكتب لكم هنا الحالة رقم اثنين هذا حتى تفهم، تمام؟ طيب، حالة رقم ثلاثة، أن تأخذ أي الجبيرة أو الساتر من الصحيح قدر الاستمساك فقط. ما معنى قدر الاستمساك فقط؟ يعني قدر الاستمساك إلى هنا، هذا من الصحيح، فهو جعل الساتر يغطي هذا ويغطي هذا فقط، تمام؟ هذه الحالة رقم كم؟ ثلاثة. ما الحكم في الحالة رقم ثلاثة؟ يعيد أو لا يعيد؟ في حالة رقم ثلاثة يعيد أو لا يعيد؟ تفصيل. في الحالة رقم ثلاثة عندنا تفصيل، نقول إذا وضعها أي وضع الجبيرة على حدث لها حكم، وإذا وضعها على طهر فله حكم آخر. إذا وضعها على حدث إيش الحكم؟ أعاد. طيب، وإذا وضعها على طهر لا يعيد. إذن متى لا يعيد؟ نقول لا يعيد إذا كانت الجبيرة أخذت من الصحيح قدر الاستمساك، واضح؟ ووضعها على طهر، شرطان، أخذت من الصحيح قدر الاستمساك واحد، شرط الأول، ووضعها على طهر هذا الشرط الثاني.
ثم قال الحالة الثالثة: إذا لم تأخذ الجبيرة من الصحيح شيئا، لم تأخذ الجبيرة من الصحيح شيئا، كيف يعني؟ أين الجرح؟ أين الجرح؟ هذا المربع، فوضع مثلا الكريم على سبيل المثال، لأن في الكريم يكون واضح، وضع الكريم على قدر الجرح فقط، هنا هنا وضع، انظر لم يأخذ شيئا من الصحيح فقط على قدر الجرح فقط، واضح؟ هذا لا يعيد أيضا، هذا لا يعيد. إذن كم صارت الحالات؟ 5 حالات. في كم حالة تعيد؟ في 3. في كم حالة لا يعيد؟ في 2. في حالتين لا يعيد، في 3 حالات يعيد. واضح وغير واضح؟ هذا هو. ثم قال: ولا يصلي به، ولا يصلي به، أي ولا يصلي بالتيمم إلا فرضا واحدا فقط، فرض واحد يصلي بالتيمم، لأن التيمم طهارة ضعيفة فلا يقوى على أداء فريضتين، واضح؟ فلا يصلي بالتيمم إلا فرضا واحدا ولو نذرا، يعني حتى لو نذر الصلاة فإنه يصلي ماذا؟ يصلي صلاة منذورة واحدة، فلا يجمع بين فرض عيني وبين صلاة منذورة بتيمم واحد، تمام؟ حتى لو جمع بين الصلاتين، يصلي الظهر والعصر جمعا، نقول تيمم بالظهر ثم تيمم بالعصر، واضح؟ حتى لو كان خطيب جمعة، نقول تيمم لخطبة الجمعة ثم تيمم مرة أخرى لصلاة الجمعة. إذن لا يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد، لكن له أن يصلي بتيمم فرضا وما شاء من النوافل، يمكن أن يصلي ما شاء من النوافل، يصلي بالتيمم فرضا وصلاة جنازة لا بأس، لأن صلاة الجنازة ليست فرضا عينيا وإنما فرض كفاية، فأعطيت في هذا الباب حكم النفل، فرض كفاية أعطي حكم النفل. قال: ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا. ثم قال: وصح جنائز، وصح جنائز مع فرض، أي وصح أن يصلي مع الفرض صلوات جنائز، حتى يصلي صلاتين جنازة مع الظهر، 4 صلوات جنازة مع الظهر لا بأس، واضح؟ فإن ذلك يصح. ثم المصنف رحمه الله لم يذكر سنن التيمم، نقول يسن في التيمم كل ما أمكن أن يأتي في الوضوء إلا التثليث، فالتيمم ليس فيه سنة التثليث، فلا يمسح وجهه 3 في التيمم، ولا يمسح يديه إلى المرفقين 3، واضح؟ يسن، هذا ضابط، يسن في التيمم كل ما أمكن أن يأتي في الوضوء إلا التثليث، ومن ذلك السواك، يستحب السواك في التيمم، والتسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين، وتقديم أعلى الوجه على أسفل الوجه، وتخفيف الغبار بعد أن يأخذ يخفف، واضح؟ قال: وتخفيف الغبار، قال: وتفريق الأصابع في الضربتين، وسن تفريج وأن يبسمل، هكذا يقول صاحب الزبد، وسن تفريج وأن يبسمل، تمام، يفرق الأصابع ويأتي بالبسملة. قال: وتفريق الأصابع في الضربتين، واستقبال القبلة، والدعاء بعده كما في الوضوء، ونزع الخاتم في الضربة الأولى ليمسح الوجه بجميع اليد، أما في الضربة الثانية فيجب نزع الخاتم حتى يدخل التراب إلى ما تحت الخاتم، ومثل الخاتم إذا كان يلبس ماذا؟ الساعة، وكانت الساعة مثلا ليست واسعة تتحرك، فإذا كانت تتحرك والتراب يدخل إلى ما تحتها لا بأس، لكن إذا كانت لا تتحرك ثابتة فهذه يجب نزعها ليصل التراب إلى ما تحتها. قال هنا:
قال والدعاء بعده كما في الوضوء ونزع الخاتم في الضربة الأولى ليحصل التيمم لجميع الوجه بجميع اليد، أما نزعه في الثانية فواجب. والموالاة وتخليل الأصابع إذا كان التراب لا يصل إلى ما بينها إلا بالتخليل، إذا كان التراب لا يصل إلى ما بينها إلا بالتخليل فالتخليل واجب، وإذا كان يصل إلى ما بينها بدون تخليل فهو مستحب. ثم ذكر أنه يكره أيضا في التيمم تكرار المسح كما تقدم وتكثير التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ التراب ضرب يديه أحدهما بالأخرى، في بعض الروايات نفخ يديه يخفف التراب عليه الصلاة والسلام. طيب ما الذي يبطل التيمم؟ يبطل التيمم كلما أبطل الوضوء، الضابط في هذا كل ما أبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم. واحد. اثنين، إذا توهم الماء قبل الدخول في الصلاة يبطل التيمم. واضح؟ ثلاثة، إذا علم بوجود الماء في أثناء الصلاة وكان في مكان الغالب فيه وجود الماء، إذا علم بالماء في أثناء الصلاة وكان في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحضر يبطل التيمم. تمام. الرابع، الرد عن الإسلام. الرد عن الإسلام، ولاحظ معي أن الرد عن الإسلام تبطل التيمم لكنها لا تبطل الوضوء. واضح؟ ولذلك يقول لكم صاحب الزبد وردة تبطل للتوضي جدد تيمما لكل فرض. إذن بارك الله فيكم، هذه جملة أحكام تتعلق بالتيمم. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى منها شرع في الكلام على نواقض الوضوء. قال ونواقضه الضمير يعود على الوضوء، أي ونواقض الوضوء. ونواقضه أي أسباب نواقض الوضوء أربعة. الناقض، النواقض جمع ناقض، والمراد بالنواقض الأسباب التي ينتهي بها الوضوء، الأسباب التي ينتهي بها الوضوء. قال أي أسباب نواقض الوضوء أربعة، أربعة فقط، أربعة، حتى بعض المتون التي ذكرت أنها ستة كمتن أبي شجاع في الحقيقة بعضها يدخل في بعض، يعني في متن أبي شجاع مثلا قال كما مر معنا في الصباح في الدرس مع الإخوة، قال في متن أبي شجاع النوم وزوال العقل، يمكن أن تقول زوال العقل، وزوال العقل يشمل النوم يصير واحدا. ثم قال ومس الفرج ومس حلقة الدبر، هذا وهذا شيء واحد، فالستة تصير أربعة، نواقض الوضوء أربعة، وحصرها بأربعة تعبدي ليس مجال الاجتهاد، ولذلك غير الأربعة لا ينقض الوضوء، غير هذه الأربعة لا ينقض الوضوء. فلا ينقض الوضوء مثلا البلوغ، البلوغ لا ينقض الوضوء، لو بلغ بالسن لا ينتقض الوضوء، ولا ينقض الوضوء القيء، ولا الحجامة، ولا الردة، ولا ينقض الوضوء أكل لحم الإبل على مذهب الجمهور منهم الشافعية. وذهب الإمام أحمد إلى أن لحم الإبل أكله ينقض الوضوء، أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، واختاره الإمام النووي من الشافعية. فالإمام النووي أخذ بقول أحمد أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. وطبعا الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون أكل لحم الإبل، غير اللحم أكله لا ينقض الوضوء. فمثلا لو أكل كبد الإبل أو قلب الإبل أو شرب مرق الإبل أو لبن الإبل لا ينتقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء أكل لحم الإبل. واضح؟ قال هنا أي أسباب نواقض الوضوء أربعة، أحدها تيقن خروج شيء
غير منيه، تيقن خروج شيء غير منيه. قوله تيقن يشير إلى أنه لو شك هل خرج منه شيء أو لم يخرج فالأصل بقاء طهارته، بقاء وضوئه، لأن القاعدة العظيمة من قواعد الشرع تقول اليقين لا يزول بالشك. فلو كان متطهرا وشك هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء فالأصل بقاء طهارته. قال هنا تيقن خروج شيء، أي شيء. قوله تيقن خروج، انتبه كلمة خروج هذه تحتاج أن نقف عندها قليلا. خروج شيء ينقض الوضوء، السؤال يأتي دخول شيء ينقض الوضوء أو لا؟ واضح السؤال. تذكرون في الصيام عندما تكلمنا وقلنا إن الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون إن الجوف يشمل البطن والدماغ وباطن الأذن والقبل والدبر، فعند الشافعية لو أدخل الصائم شيئا في قبله أو دبره بطل صومه. واضح؟ في الوضوء كان متوضئا فأدخل شيئا مثلا في دبره دواء على سبيل المثال، يبطل الوضوء أو لا يبطل الوضوء؟ هنا يقول لك تيقن ماذا؟ خروج شيء. ماذا تفهم من العبارة؟ ماذا تفهم؟ أريد فهمك، لا أريدك أن تجيبني أنا قرأت أو قرأت. ماذا تفهم من العبارة؟ أن إدخال الشيء ينقض أو لا ينقض؟ لا ينقض الوضوء، هذا هو. فنفترض أن إنسان كان متوضئ على سبيل المثال، كان متوضئا فقامت زوجته ووضعت له دواء في دبره مثلا، أدخل الدواء في دبره، ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه. واضح؟ إلا في حالة لكن يقول قائل مثلا لا ينتقض وضوءه وإن خرج؟ لا، إذا خرج بعد ذلك، إذا خرج الدواء بعد ذلك ينتقض الوضوء، لأن بعد ذلك يصير ماذا؟ يصير خروجا. مجرد الإدخال لا ينقض الوضوء، لكن إذا خرج ينقض الوضوء. فهمنا؟ طيب نفترض مسألة أخرى، هذه مسائل معاصرة، أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى إدخال منظار. الطبيب هناك في بعض المرضى يحتاجون أن يدخلوا لهم دواء أو منظارا أو ما شابه ذلك. هذا المنظار إذا كان الإنسان متوضئ وأدخل له المنظار ينتقض الوضوء، مع العلم أن المنظار بعضه في الداخل بعضه في الخارج، ينتقض أو لا ينتقض؟ نقول لا ينتقض إلا إذا أخرج المنظار، فحينئذ ينتقض. أما عند الإدخال لا ينتقض، يبقى متوضئا. ففي تلك الحالة والمنظار في الداخل إذا أراد أن يمس المصحف يجوز له أن يمس المصحف لأن وضوءه باق. واضح؟ له أن يمس المصحف لأن وضوءه باق. طيب لو قال لك قائل هل في هذه الحالة يمكن أن يصلي والمنظار بعضه في الداخل وبعضه في الخارج؟ نقول لا. كيف؟ أليس متوضئا؟ نعم متوضئ. لماذا لا يجوز له أن يصلي؟ نقول لا يجوز له أن يصلي لأن بعضه متصل بشيء نجس، وعندنا أن الإنسان إذا كان شيء متصل بنجاسة فيه وبعضه في الخارج لا تصح صلاته. واضح أو لا؟ ولذلك قالوا لو أنه مثلا ابتلع خيطا فوصل الخيط مثلا إلى معدته، بعضه في مكان نجس وجزء من الخيط في الظاهر، هذا لا تصح صلاته. واضح؟ إذن هذا في هذه الصورة أيضا لا تصح صلاته، مع كونه ماذا؟ مع كونه متوضئا. فصلاته لا تصح ليس لأنه محدث، انتبه معي، صلاته لا تصح ليس لأنه محدث، وإنما لأن شيئا بعضه
متصل بالنجاسة وبعضه ظاهر. فهمنا أو لا؟ واضح؟ إذن الذي ينقض الوضوء خروج شيء لا دخول شيء. قال هنا أحدها خروج شيء غير منيه، غير المني، فالمني لو خرج لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن المني يوجب أعظم الأمرين فلا يوجب الأدنى. المني بارك الله فيكم لا بد أن تنظر له من جهتين. المني تنظر له من جهتين، الجهة الأولى من جهة كونه خارجا من السبيلين، هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية من جهة كونه منيا. أين الجهة العامة والجهة الخاصة؟ ما هو أعم وما هو أخص؟ المني مع ماذا يتشارك؟ يعني مثلا المني والبول بماذا يشتركان؟ يشتركان في ماذا؟ في كونهما خارجين من السبيل، صح؟ الغائط، المذي، الودي، هذه أشياء تشترك كلها مع المني في كونها تخرج من السبيل، لكن المني يتميز عنها، يختص بأنه ماذا؟ بأنه مني. إذن هذه جهة ماذا؟ عامة، وهذه جهة خاصة. أنت إذا نظرت إلى المني بالنظرة العامة ستقول المني ينقض الوضوء، مثله مثل البول، مثل الغائط، مثل المذي، مثل الودي، يخرج من السبيلين لو نظرت إليه بالنظرة العامة. لكن لو نظرت إليه بالنظرة الخاصة ستقول ماذا؟ المني له حكم يختلف، لا يوجد في البول، لا يوجد في الغائط، لا يوجد في المذي، لا يوجد في الودي، ما حكمه الخاص؟ وجوب الغسل. تقول لك القاعدة الغسل هذا أعظم من الوضوء. تقول لك القاعدة ما أوجب الأعظم بخصوصه لا يوجب الأدنى بعمومه، واضح؟ ما أوجب الأعظم، المني يوجب الأعظم وهو الغسل. لماذا أوجب الغسل؟ هل لأنه خارج من السبيلين أو لأنه مني؟ لأنه مني. ما أوجب الأعظم بخصوصه لا يوجب الأدنى الأقل الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين. فهمنا بارك الله فيكم. لذلك قال لك الشافعية إن خروج المني لا ينقض الوضوء لكنه يوجب الغسل. يسأل سائل هل يمكن أن نتصور أن المني يخرج بدون ناقض وضوء؟ نقول نعم. زيد كان متوضئا فكر فأنزل المني، كان متوضئا فكر فأنزل المني، واضح ولا؟ لم يلمس الفرج، لم يحصل منه مس للفرج، لم يمس امرأة أجنبية، لم يكن نائما، ما حصل منه شيء إلا أنه فكر فأمنى. إذن هذا الشخص نقول وجب عليك الغسل، لكن الوضوء ما زلت متوضيا، الوضوء لم ينتقض لكن الغسل واجب عليك. مثال آخر، زيد نظر فأمنى، كان شديد الشهوة نظر فأمنى، واضح؟ هذا وجب عليه الغسل لكن وضوءه انتقض، لم ينتقض. فهمنا أو لم؟ طيب مثال ثالث، رجل نام قاعدا فاحتلم، كان جالس، نام وهو جالس واحتلم وهو جالس، انتقض الوضوء أو لم ينتقض؟ نام، انتقض الوضوء بالنوم أو لم ينتقض؟ لم. لماذا لم؟ لأنه كان جالسا، وإذا نام قاعدا لا ينتقض الوضوء، واضح؟ واحتلم، نقول الاحتلام يوجب الغسل لكن الوضوء لم ينتقض. فهمنا؟
إذن هذه بعض الصور، هي ثمان صور، هذه ثلاث صور، بعض الصور التي ينتقض فيها، عفوا، التي لا ينتقض فيها الوضوء ويجب فيها الغسل. ولذلك قال لك هنا إيش قال؟ قال غير منيه. طبعا قال غير منيه لتفهم أنه لو خرج من الشخص مني غيره انتقض الوضوء. كامرأة مثلا جامعها زوجها وهي مكرهة أو كانت صغيرة، وبعد أن اغتسلت خرج منها مني، هذا المني ليس منيها، هذا مني زوجها، لأنها صغيرة لا مني لها، أو لأنها مكرهة فلم ينزل منيها، حينئذ نقول هذا المني الذي خرج منها ليس منيها وإنما مني غيرها، فحينئذ ينتقض وضوءها. الذي لا ينقض الوضوء هو مني الشخص نفسه، أما مني غيره ينقض الوضوء. ولذلك قال لك في الكتاب هنا إيش؟ غير منيه هو، أما مني غيره ينقض الوضوء. حتى قالوا غير منيه الخارج منه أول مرة، قالوا فلو خرج منه مرة ثانية خرج المني ثم عاده ثم خرج، مع أن هذا يعني تصوره صعب واضح، لكن قالوا هكذا، لو خرج منه مرة ثانية فإنه ينقض الوضوء. تمام. قال هنا أحدها تيقن خروج شيء، تيقن خروج شيء غير منيه عينا كان أو ريحا، سواء الذي خرج كان عينا مثل البول أو الغائط عين، واضح، أو ريحا رطبا أو جافا، سواء كان رطبا مثل البول أو جافا كحصى، لو خرجت حصى أيضا ينتقض الوضوء، معتادا كبول أو نادرا كدم باسور. تعرفون الباسور؟ ما تعرفون أو لا؟ ما تعرفون؟ عندكم يسمى بواسير، معروف، أنا سألته في الصباح عن الترجمة، انظر ماذا يقول لي، واسير يسمى عندكم، واسير، ها؟ نعم، يسمى واسير، يسمى أيضا بواسير هكذا، ويسمى أنبين، عرفتم؟ ثلاث، أنا قد استعديت في الصباح في الترجمة حتى، أعرف، واضح هنا؟ الباسور، الباسور هذا عبارة عن تورم في الأوعية الدموية، هذا التورم في الأوعية الدموية قد يكون داخل الدبر وقد يكون خارج الدبر، قد يكون في الداخل وقد يكون في الخارج، إذا كان في الخارج، واضح، خارج الدبر فإنه لا ينقض الوضوء، حتى ولو خرج منه الدم لا ينقض الوضوء، هذا إذا كان فين؟ في الخارج. إذا كان في الداخل ننظر، إذا كان في الداخل ولم يخرج منه شيء لا ينقض الوضوء، أما إذا كان في الداخل فخرج هو، أي خرج الباسور هو، أو خرج منه دم إلى خارج الدبر فإنه ينقض الوضوء. فهمنا؟ سيأتي تفصيل في الباسور بعد قليل إن شاء الله. قال هنا كدم باسور، الآن هو يريد أن يقول لك إن دم الباسور هذا نادر، وحتى الشيء النادر ينقض الوضوء. قال كدم باسور أو غيره، يعني أو غير دم الباسور مما هو نادر، مثل خروج الريح من القبل، خروج الريح من القبل هذا نادر، خروج الحصى هذا نادر، خروج الدود هذا نادر، مع ذلك ينقض الوضوء. هنا في تفاصيل كثيرة، أنا أفضل أن أجلها للدرس القادم حتى نشرحها بتفصيل أكبر، نكتفي بهذا القدر اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا أنا نظرت فيما جمعتم من السنن، لكن وجدت أن بعضها موجود في الكتاب وذكرتم مرة أخرى. ما زال التحدي قائما، من يستطيع أن يذكر 20 سنة ليست موجودة في الكتاب له جائزة. 20 سنة من سنن الوضوء ليست مذكورة في الكتاب البتة، من غير الكتاب، واضح؟ يعني لم يذكرها المنباري رحمه الله له جائزة. تمام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV, BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Cemirohman As-Salafi.